صباح الورد رعد، كيف صباحك؟ صباح واحكي لنا من وين متواجد هلا ومن وين عم تحكي معنا؟ اكيد شاهد دائما كما عودناكم بربطنا المباشر ببرنامج جو جديد وهذه النافذه الصباحيه من صباحات الوطن الجميله دائما. طبعا احنا زي ما كنا معكم صباحا من منطقه الجبيهه ودوار الاميره بسمه، الان راح يكون معي رئيس اللجنه المحليه الاستاذ معتز اللوزي لمنطقه الجبيهه. استاذ معتز صباح الخير، يعطيك العافيه. يسعد صباحك سيدي، وصباح الخير على فريق العمل وفريق الاعداد وعلى اهالي منطقه الجبيهه عامه، وبنصبح على جميع ابناء الوطن وبنرفع باسمهم اجمل الصباحات لقائد البلاد جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين. استاذ معتز، احنا الان منطقه الجبيهه وكما نرى الان يعني حركه سير نشطه نوعا ما في مناطق وشوارع الجبيهه، نتحدث عن كرئيس لجنه محليه، نتحدث عن الخدمات المقدمه منكم لاهالي منطقه الجبيهه. سيدي بدايه بنحكي عن منطقه الجبيهه، منطقه الجبيهه هي البوابه الشماليه لمدينه عمان، فتشهد يعني حركه نشطه دائما في وقت الذروه صباحا و نهاية وقت الدوام. كما تعلم مدخل المحافظات من السلط والمحافظات الشمالية وأيضا الزرقاء وغيرها. منطقة الجبيهة سيدي مساحتها 28 كيلو متر مربع، مقسمة على 10 أحياء، امتدادها من الشمال مدينة الجبيهة الترويحية، ومن الجهة الجنوبية حراج السيارات اللي هو شارع الشهيد. طبعا عدد سكان المنطقة 250 ألف مواطن موزعين على الأحياء العشر. طبيعة منطقة الجبيهة بشكل عام منطقة سكنية بطابعها العام، معظم أراضي منطقة الجبيهة مشغولة بالأبنية والسكان، يوجد امتداد عمراني بسيط في المنطقة الشرقية المحاذية لنا، وطبعا من هذه من المناطق التي تحتاج خدمات دائما، خدمات مستمرة يعني. طبعا احنا الخدمات عندنا موزعة يعني على الأحياء بعدالة في 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 هذه المنطقة. هناك بعض الأحياء طبيعة خدماتها تختلف عن أحياء أخرى، الأحياء الحديثة دائما بحاجة إلى يعني أعمال بنية تحتية وفتح شوارع مستجدة، الأحياء المستقرة القديمة بحاجة لأعمال صيانة بشكل مستمر. طبعا احنا يعني جزء من أمانة عمان، منطقة من إحدى مناطق أمانة عمان، نعمل بالتعاون مع كادر المنطقة، مدير المنطقة والكوادر الموجودة والمعنية لتقديم الخدمة للمواطنين بكافة أشكالها، سواء خدمات مكتبية أو خدمات ميدانية. يعني جود مشكور أخونا معتز اللوزي رئيس اللجنة المحلية، شكرا لك ويعطيك العافية. حياك الله وشكرا لكم وشكرا لحضوركم وشرفتوا الجبيهة سيدي. أيضا يعني من اللجنة المحلية أكيد منطقة الجبيهة مع مدير منطقة الجبيهة الأستاذ خالد قصاد، مدير منطقة الجبيهة، والحديث عن الخدمات اليومية، خلينا نحكي الأعمال اليومية خالد ولا لا؟ الأعمال اليومية. صباح الخير أولا. صباح الخير يا أهلا وسهلا، صباح الوطن الجميل، صباح لجلال سيدنا الملك عبد الله الثاني، وصباح لأهل الجبيهة وعمان. احنا في منطقة الجبيهة نقوم طبعا بالأعمال اليومية. المنطقة تتكون من 7 أقسام، أهم قسم فيها هسه بيقوم بكير اللي هو الساعة 6:30 الصباح القسم البيئة، بنقوم بجمع ونقل النفايات من الأحياء العشرة اللي ذكرها السيد معتز، وتقريبا من نحول هذه الى المكبات النفايات والمحطه التحويليه. طبعا في على الارض تقريبا 140 عامل صباحي، وبنشتغل 3 شفتات اي بي سي، فاحنا على مدار اليوم بنرفع نفايات في المنطقه الحمد لله، غير الكنس وازاله. القسم الثاني طبعا الاقسام، قسم اداري مختص في القسم الاداري، احنا المنطقه 7 اقسام، البيئه خلصناها، قسم اداري، قسم الهندسي اللي بيقوم ب اللي هو طبعا مش بس تصاميم، اذن الاشغال، اصدار اذن الاشغال ورخصه بناء، والان تحولنا الكترونيا، نصر نصدر رخصه بناء الكترونيا. في عندنا قسم رقابه الاعمار من راقب الاعمار في جميع المنطقه، عندنا قسم الصحي اللي هو المكاره الصحيه، كله يعني مقدمه خدمات للمواطنين، جميع الخدمات مقدمه. عندنا قسم طبعا التنظيم، بعدين عندنا القسم المالي، هاي جميع الاقسام، كل قسم فيه رئيس قسم. في عندنا كمان اهم شيء اللي هو الشكاوي، شكاوي المواطنين، في صارت الكترونيا، فبناخذ الشكاوي الكترونيا وبنحلها، ولنا فتره معينه لازم ننهيها. يعني بدي اشكرك استاذ خالد قصاد مدير منطقه الجبيهة، شكرا لك ويعطيك العافيه. يا هلا يا هلا، شرفتونا.
إذن مشاهدينا الكرام، دائما وأبدا بكل مناطق مملكتنا الحبيبة موجودين في أمانة عمان الكبرى وداخل تنظيم أمانة عمان الكبرى، كل المحبة لكم أكيد، ومشوارنا الصباح ورابطنا المباشر دائما معكم متواجد من كل مواقع العاصمة عمان. يوم غد إن شاء الله بموقع آخر من العاصمة عمان بإذن الله تعالى. والآن عودة إلى شاهد وهبة لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد. شكرا لك يا رعد. شكرا رعد من منطقة أجبيها كان معنا على الهواء مباشرة. كل شكر لك رعد، والله يعطيكم العافية جميعا، كل مندوبينا من كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، من معان ومن إربد ومن عمان، يعطيكم ألف عافية.